بس والله يا جماعة الخير، 6 لعيبة من الهلال كلهم مصابين وما حيلعبوا ضد الاتحاد يوم الأحد، وفي الجهة المقابلة أحمد حجازي جاهز رسميا للمباراة. نحن كاتحادية ما حنرضى أقل من 5، 5 أنت طالع، هذا جونا. مساكم الله بالخير. والله العظيم من زمان عن ردود ولا لي في المشاكل، لكن بعد مقطع يجبرك انك ترد عليه. شفت الفيديو، المشجع الاتحادي هذا يقول فازوا علينا في الرياض فارق هدف واحد وعندنا غيابات، شوفوا غياباتهم الحين، راح ما نرضى الا بخمسه، حجاز جاهز. مدينه ميسي جاهز عندك ولا كريستيانو؟ ترى مدافع هذا اولا. ثانيا انا لو يغبي عني 11 عندي 11، لو العب معك فئه الشباب بفوز عليك حبيبي. هذا الهلال، الهلال بمن حضر، ما حد يقدر يداري الهلال. اما تجي تدور كم لايك وكم مشاهده لا تحتك يا حبيبي. موعدنا الجوهره ونشوف بعد المباراه وش تقول. والله اني عارف ايش تقول بعد المباراه، بتقوم تصيح تحكيم والتحكيم. سلام.